كتبدا القصه مع شانتو كيدق على صاحب راكيش اللي دار شهاده السكنه في الطواليت. شويه خرجت لي واحد البنت قنبوله، صاحبنا حساب لي الطواليت ولات كتصنع التيتيز، بغى يسد الباب ويعاود يدق على اللواعي حتى تخرج وحده اخرى. خرج لي صاحب راكيش وغنعرفو بلي كانوا كيعاودوا الصباغه للطواليت. نعيشو غايرك فاهم، في العشيه راكيش يكون عنده امتحان، دخل كتب غير سميتو في الورقه وخرج. اش كتسنى من واحد دوز ليله كيراجع اس في تي في الطواليت. في الجهه الاخرى غنشوف وحده سميتها غافيا كتهضر مع صاحبتها غاربري، قالت لها غاربري تجي لديها تحضر لعرسها وفي نفس الوقت تاخذ شي فستان من تما. مشات عند بوها قالتها ليه وطلبت منه يعطيها باش تشري فستان من ديال هي. بوها في الاول رفض وحاول يقنعها تشري فستان غير من تما، قالت ليه والله ما كان من ديال هي لا تزوجت ليكم. سولها شحال ساوي هذا الفستان، قالت لي 500 الف روبيه. خوها سمع هذا الشيء شويه ما تجيه جلطه، قال لي با الله بنيتي على 500 الف روبيه. قالت لي صاحبتي راه جابت واحد ب 500 الف. ودي غاقدي باش ماكر اللي زين زين وخيعو من تنين لتنين. وقبل ما نكملو نخليكم مع السبونسور ديال الفيديو اللي هو طاب طاب سند، احسن ابليكاسيون كتمكنك من انك تصيفط الفلوس من لوروب للمغرب الا كنتي في وحده من هاد الدول اللي غنبين ليك، فحال سبليون، لالمان، فرنسا الى اخره. الطريقه هي كتليشارجي لابليكاسيون، كتكونيكتها مع لاكارت ديالك، كتصيفط الفلوس وكيوصلو في البلاصه الكاش بلوس وفاكاش. والا كان الشخص اللي غتصيفطهم اللي عنده كونت تجاري فتقدر تدوزهم ليه ديريكت. هادشي كامل فابور. وعاد زيد كتاخذ 5 دولار تقدر تصيفطها مع المونطون الا استعملتي الكود برومو ديالي اللي هو يو 5. الرابط ديال التطبيق غتلقاه في الديسكريبشن. ونرجعوا للقصه. المهم بهار فاض يعطيها داك المبلغ. ديك الساعه جمعت الوقفه، قالت لي غتمشي لدار خالها تما غتشوف كيفاش ديباني راسها وتشريه بوحدها. سولها فوقاش غترجع، قالت لي غنرجع مور العرس ديال غاربري. مور هادشي غنعرفو بلي اختها سواتي كانت مزوجه وطلقات. حاول باه يمنعها ولكن ما تسوقاتش ليه. في الجهه الاخرى غنشوفو راكيش وصحابو قدام الدار ديال الاستاذ ساشتري، غيكون هو الاستاذ اللي كيصحح الوراق ديال الامتحان وهما جاو هنا باش يزوروهم. صحاب راكيش غيكونوا مستغربين هما كيشوفوا صاحبهم باغي ينجح. سولوه السبب اش، قال لهم الا ما نجحتش الوالد يخدمني معاه في المكتبه ديالو. دخلوا على الاستاذ للدار كتفوه وبدا صاحبنا كيهدو باش ينجحوا. قال لي الاستاذ انت كيفاش بغيتيني ننجحك وانت حطيتي الورقه خاويه؟ عطاه صاحبنا واحد الضربه ل وقال لي قلت لك خاصك تنجحني هي خاصك تنجحني. في هاد الوقيته سمعوا شي صداع موراهم، داروا لقاو غافيا وغيطلع الاستاذ هو خالها اللي قالت لبوها غتمشي عنده. سولت راكيش شنو بغى من خالها، قال لها والو بغيت غير ننجح. غافيا قالت مع راسها هادي هي الهمزه، جاب الله باش نشريو الفستان. سولت شحال يعطيها الا سلتات الوراق ديال خالها وبدلات النقطه ديالو، قال لها 5000 روبيه. قالت لي خليها 10000 ندير لخويا شي نقطه مقردعه. صاحبنا وافق ومن بعد ايام خرجوا النتائج. مشى حتى هو كيتزاحم مع بنادم، دفعني ندفعك، ضرب على النقطه ديالو لقى راسو ناجح. فرح بزاف، مشى قالها لباه. في العشيه ومقابل الليل المكتبه جا عنده صاحبو شانتو. سولو راكيش واش بحث لي على البنت، قال لي وايلي اش كتعرف عليا؟ البنت سميتها غافيا جات لهنا باش تاخذ شي حوايج ديال العرس وقريب غتزوج بواحد سميتو انجاد وتمشي معاه للميريكان. النهار الاخر وغافيا كتريني ما عرفت راكيش مني خرج ليها، شكرها عاوتاني على داكشي اللي دارت معاه. بقاو كيهضروا كيضحكوا وملي كان غادي عرض عليها لواحد الحفله. في الليل تلاقاو فيها، ضربوا داك العصر اللي كيدوخ وارك الشطيحه معلم. سالات الليله رجعوا لديورهم. الصباح وراكيش غادي للمكتبه ديال باه، بالصدفه شاف غافيا كتبيع الحلقات ديالها. بقى عاصر عليها حتى خرجات وعرض عليها يشربوا قهوه. سولها علاش باعت الحلقات ديالها، قالت لي محتاجه فلوس باش ناخذ واحد الفستان. سولها شحال كيدير، قالت لي 500 الف روبيه. صاحبنا كيسمع هادشي بدا كيضحك وقال لي راه غالي بزاف وعمرك تقدري تشريه. غافيا عصبات الهضره ديالو، بقات كتغوت عليه، جبدات ليه البلان ديال كيفاش عاوناتو باش ينجح. موراها جمعت الوقفه وخرجت من تما معصبه. صاحبنا ملي رجع للدار بقى في الحاله الهضره اللي قال ليها، وكان خايف انها دير اي حاجه باش تشري داك الفستان. دار عند صاحبو الشمشام طلب منه يجمع ليه معلومات على صاحبتها. والنهار الاخر غافيا جالسه في واحد القهوه وقف عليها، سولات وجع عاوتاني باش يحطمها، قال لها جبت لك واحد الخبيره بميكتها. داك الفستان اللي خدات صاحبتك غوربري ماشي ب 500 الف. غافيا ما تاخدش بيه، ديك الساعه هزها موراه في الموطور وخدها للمحل اللي شرات منه صاحبتها الفستان. تما اكد ليها مول المحل بلي بصح صاحبتها خدات من عنده واحد الفستان وغير ب 70 الف. غافيا سمعت هادشي قصدت دار صاحبتها، سولات علاش كذبات عليها، قالت لها غوربري بلي ما كذباتش عليها حيت بصح كان عطاها با 500 الف باش تاخذ فستان. ولكن في ديك الوقيته بدا ليكس ديالها كيهددها بشي تصاور معاه واضطرت تعطيه الفلوس وتشري غير فستان مقلد. ملي رجعت غافيا للدار تصلت براكيش دارت معاه يتلاقاو وحيت باغاه في شي بلان. النهار الاخر تلاقاو في لافاك، عاودات ليه كيفاش ليكس ديال صاحبتها كيبتزها كياخذ ليها فلوسها وطلبات منه يعاونها تنتقم ليها وترجع الفلوس. في الليل جمعوا في الدار عند راكيش، بقاو عاطينها للضحك والنشاط. وملي مشاو صحابو جلس يهضر مع غافيا، طلب منها تخلي الحلقات ديالها وهو غيعاونها تشري الفستان. سولها كيفاش تعرفت على السيد اللي غتزوج به، قالت لي انا مازال لحد الان
انا ما اختاريت شكون غنتزوج، وداك الشخص غير ولد صاحب باها وهو اللي اقترحوا عليها. في الجهه الاخرى غنشوفوا بابلو صاحب راكيش كيقدم الوظيفه في واحد الفندق، عطاوه ثمن قليل بزاف مقابل الساعات لا يخدم، ولكن واخا هكاك وافق حيت محتاج هاد البوست باش يعاون صاحبه. يلا تسلم البوست، دخل راكيش وقافي للوطيل، خداو من عنده السيرو ديال غرفه بانو ليكس اللي نصب على صاحبتها وقصدوها، عمروها كامله بالكاميرات، وهما مازالين تما اتصل بهم صاحبو شانتو طلب منهم يخرجوا دغيا حيت بانو راجع للوطيل. صحابنا تعطلوا شويه وما بغاوش يتخالفوا معاه في الباب، داكشي علاش جلسوا في الكنابي، غطاو وجههم بالجورنال وخلاو كافيا في الاستقبال. عطاتو الساروت مشى للغرفه ديالو، شويه لحقات عليه وحده، ايوا ويا حميد فينك انت؟ حيد ما فيها والو. صحابنا صوروا كل شيء، والنهار الاخر صيفطوا السادين للبنت اللي كانت معاه، كي شافته بدات كتوير واتصلت به قالتها ليه. بانو سمع هادشي خرج نق على مول لوطيل سولو في البنت اللي كانت هنا البارح، مول لوطيل ما فهم والو حيت هو عمرو خدم شي بنت. المهم صحابنا خلاو حتى كلا الخليع مزيان واتصلوا به يطلبوا منه الفلوس مقابل يمسحوا الفيديو. جمع صاحبنا شي بركه كانت عنده، زاد عليها شويه ديال الذهب من عند الميمه اللي كانت معاه، خلاهم في البلاصه اللي قالوا ليه وتحرك. بقاو صحابنا عاصرين حتى تاكدوا راه مشى، دازوا خداو الفلوس وعفات. وما في الطريق قالت لهم قافيه بلي السيده اللي كانت معاه ما عندها حتى ذنب، داكشي علاش خاصنا نرجعوا لها الذهب ديالها. بالفعل داكشي اللي كان، دازت عند صاحبتها هي الاولى رجعت لها فلوسها، موراها مشات حطت المراه ذهبها قدام الباب. في العشيه وصاحبنا في المكتبه عطاو صحابو وباه شي فلوس جمعوها ليه باش يشري الكافيه فستان. صاحبنا في الاول رفض، ولكن ملي بقاو كيلحوا عليه وافق، وفي الليل مشى عند قافيه عطاهم ليها وقال لها تشري الفستان اللي بغات. قافيه فرحات بزاف، عنقاته وشكرته على كاع داكشي اللي دار معاه من نهار جات هنا. في الليل هما خارجين سولها فوقاش غترجع لمدينتها، قالت لي غدا، طلب منها تزيد تقلش شويه، ردات عليه باللي ما تقدرش حيت دارت مع باها ترجع غدا. بالفعل النهار الاخر نشوفوا قافيه في مدينتها، ولكن ما خداتش داك الفستان اللي كانت باغيه. وصاحبنا مع باها في المكتبه جاب لهم شي واحد الطوموبيل، سولوه شنو هادي؟ قال لي الطوموبيل كادو من عند واحد البنت سميتها قافيه. هنا غنعرفوا بلي دارت بالناقص من الفستان، ومشات شات راكيش الطوموبيل بدوك الفلوس اللي عطاها. تبلاتي واش داك الفستان اللي باغا تاخذ تساوي قيمه الطوموبيل؟ ناري ناري نمشي للعرس بحال هما وبير سماطي، نمشي عريان انا وما نحطش فلوس طوموبيل على فستان. ويلي ويلي صاحبنا مور هادشي اللي دارت معاه جمع حوايجو ومشى عندها الامبولا. قافيه شافته فرحات بزاف، وهو وافق معاها قالت ليه باللي قريب غادا تزوج، وإلا شافها باها معاه يقدر يقتلو. موراها ركبت في الطوموبيل خلاته مع صحابو ومشات. صاحبنا قال مع راسو واش غندير ما ندير، نمشي ندوي مع باها. قصد دارهم، السلام عليكم عمي شفت بنتك في واحد العرس عجبتني وجيت طالب راغب. باها سمع هادشي عطاها قتلة ديال الكلاب، جرى عليه وقال لبنتو غدا غيوصل العريس. صاحبنا واخا هكاك ما استسلمش، اتصل بختها سواتي اللي بدورها اتصلت بيها وقالت لها راكيش كيتسناك مور الدار. قافيه كي سمعت هادشي سلتات ليها وخرجت دوزات معاه النهار. صاحبنا قصد باها طلب منه عاوتاني يتزوج بنته، باها سمع هادشي سخط شناق عليه عاوتاني وقال له الا شفتك مره اخرى غنصفيها للفقيره تمك. قافيه صافي عيات من هادشي وقررت تواجه باها. في الليل هو جالس دخلت قالت لي خليها تزوج براكيش، حاول يفهمها بلي ما صالحش ليها ولد صاحبه حسن، ولكن ملي شاف راسه قاصح وما غاداش تراجع قال لها اطلب منه يجي عندهم هاد الليله. ملي تلاقاو في الليل قال لي بلي ما كان ناوي يزوج بنته لحتى واحد من غير ولد صاحبه، ولكن مور ما شافها متعلقه به قرر يعطيه فرصه. سولو صاحبنا كيفاش؟ قال لي خطيبها انجد كيبان لي راجل متكامل وما فيه حتى عيب، غنعطيك 5 ايام الا جبتي لي عيب واحد فيه مرحبا بك انا وياك غنوليو نساب. صاحبنا وافق، والنهار الاخر يوصل انجاد. راكيش ملي شافوك عاحت بالصح كيبان متكامل، راه ماشي انتوما البنات اللي قنبولات، حتى حنا راه صواريخ عابره للقارات. وهما محتفلين عطاه بابلو صاحب راكيش واحد الكويس باش زعما يبين عيبه. قال لي انجد اسمح لي ما كنشربش، وهو مريح مع صحابه في السطح وكيناقشوا كيفاش بالصح انجد طلع مثالي، ضرب على باين كافيه هو يخبع الكارو. شير ليه جا عنده سولو واش لقى فيه شي عيب، قال لي راه كبر منه ب5 سنين. قال لي الاب حتى انا راني كبر من مراتي ب5 سنين. الصباح خرجوا يترينيو مع باها، انجد كان مسوفلي وكياكل الطريق على عكس صاحبنا اللي مشلل. رجعوا للدار طيب انجد الفطور وكل شيء شكروا عليه. النهار الاخر خرجوا تريناو، وملي رجعوا بغى صاحبنا حتى هو زعما يطيب الفطور، صدق شعل العافيه في الكوزينه اللي منحوس منحوس، طلب منه بين كافي يجي معاه لاكار. صاحبنا حساب لي غيوصلوا لتما ويقول له يلا بايمكم، ولكن غيطلعوا غادي يتعرضوا لساش تريخا الكافيا اللي هو الاستاذ اللي كان علقوا داك النهار. المهم الاستاذ ما قال والو، وصلوه للدار، وفي الليل غنشوفوه مريح مع صحابو كيفكروا في العيب اللي ممكن يكون في انجد. قال لي صاحبو شانتو بلي قاعد تصور ديال انجد في فيسبوك مع صحابو ولاد، وتقول تصويره وحده مع بنت.
وراكش فشاني في عم هاد الشي؟ قال لي شان ما يكون صاحبنا مايل. المهم قلبوا في هاد البلان ولقاو بلي صاحبنا كان داها في قرايته، داكشي علاش ما عندوش بنات في حياته. فهاد الوقيته يكون الاستاذ كيعاود البوين كافي على داكشي اللي دار فيه راكش باش ينجحوا في الامتحان، وعاود لي حتى على البلان ديال رجع الكوربري فلوسها من بعد ما تنصب عليها. صباح مشى انجد عند كافي عرض عليها يخرجوا يشربوا شي حاجه ويتعرفوا كتر حيت قريب غيتزوجوا، ومازال ما كيعرف عليها والو. كافي مر العراضه ديال انجد طلعت كبتاتها مع راكش حيت غدا عائله انجد غيجيو، وهو مازال لحد الان ما قدر يلقى شي حل. في الليل خرجت مع انجد للعشاء وهما كيقصيو بداو شي وحدين كيبسلوا عليها. قالتها لانجد باش زعما يدافع عليها صداق خدع عليهم نظره خايبه وقال لها ما تدياش فيهم. ديك الساعه هزت التليفون اتصلت براكش قالتها ليه صاحبنا سمعنا شي حد كيبسل عليها، هز الطوموبيل وعفاض دخل عليهم تما كيسبع شد مد احمد وكلها كلع شي قد. انجد شاف راكش شبك فيهم عاد ترجل حتى هو وبدا كيضرب. جاو البوليس جمعوهم جمله واتصلوا ببين كافيا جا خرجهم، وهما خارجين من الكوميساريه سمع راكش الهضره وطلب منه غدا يمشي في حاله. النهار الاخر قلبوا على كافيا ما لقاوهاش في الدار. راكش وصلاتو هاد الخبر خرج يقلب عليها لقاها راكبه في التران. طلبات منه يهربوا من هنا ويتزوجوا في شي بلاصه اخرى ولكن صاحبنا رفض وقنعها تنزل. فهاد الوقيته وصل باها ما تقاد مع راكش بدا عليه بالمسمى حساب له هو مول الفكره. راكش عيا ما يصبر في الاخير تسيف عليه قال لي كون كنت انا مول الفكره كون راه قطعنا الحدود ديال باكستان، واصلا صافي عييت من اني نبقى نقلب على العيوب ديال الناس. المهم هو انا كنبغيها وغتكون فرحانه معايا. موراها سمح فيه تما شد تران ورجع لمدينته. في الليل غنشوفو كافيا جالسه مع باها قالت ليه بلي ما بغاتش تزوج انجاد، رد عليها بلي هو اللي كاين هاد الساعه وخرج من تما. في الليل جا راكش للدار يشوفها اخر مره وهو متكي على الطوموبيل وكيدمع، وقف عليه باها لا يكون دمع على هادشي اللي دار معاهم وقال ليه بلي موافق يتزوج بنته. تانتا عمي عيقتي واخا تكون بنت بوتين. المهم في الاخر صاحبنا تزوج بيها وسال كلشي بخير. طاقي هذاك اللي سنين هو مجرجرك واللي لهنو تيقطعوا البحور راه كيطيحوا من الطياره يموتوا ويعاودوا يحياوا غير باش يتزوجوا البنت اللي معاهم، وانت دارنا غا في الدوره تهجوج قوالب وتجي قالت مجرجرني. والله يقدرني على فعل الخير وملاقيت سلوكه. وحتى لهنا غنكون وصلنا لنهايه القصه. الى عجبتكم ما تنساوش لايك كومنت سبسكرايب وبارطاجي مع صحابك. هذه انستغرام ديالي، كان معكم يوسف، تلقاو في فيديو الجاي. بيس.